السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف العمليات الحسابية اللي ممكن نعملها في برنامج سكراتش. تعالى نعمل ايفنت مثلا وليكن بداية هنا، وانا عايز ان هو يقول حاجة، فاقول له مثلا اقول كذا، هو هنا مثلا يقول هلو. طيب ممكن نخليه مثلا يعمل ساوند 100 كده، تمام. طيب تعال نشوف بقى العمليات الحسابية. ممكن نقول له اكتب لي مجموعة رقم مع رقم، يعني مثلا ده 5 وده 5، فنقول له اعمل عملية حسابية، ويقول لي ان هم مثلا 10، تمام. وممكن نكتب له بقى ايه، يقول لي 5 + 5 بتساوي، تمام. اول مره هيكتب لي الكلمه، وبعد كده هيبدا يعمل العمليه الحسابيه. طب لو انا عايزهم الاثنين في نفس الجمله، هستخدم في امر هنا اسمه جوين اهوت، ممكن نحط مثلا جوين دوت اهو، كتب لي 5 + 5 بتساوي، وعمل عملية حسابية وقال لي إن هما 10 بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له قول لي، طبعا تقدر تحط أي عملية من العمليات ديت، جمع طرح زي ما أنت عايز. طيب ممكن تقول له راندوم، راندوم يعني هات لي رقم عشوائي من 1 ل 10 مثلا، كل مرة هتدوس هيبدأ يجيب لك رقم عشوائي. ممكن نقول له اجود لي أنا الأكبر ده ولا دوت، اديله كده، فطبعا هيقول لي فولس. لو انا كاتبها صح هيقول لي ترو بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له احنا عايزين شرطين، لو اتحققوا، لو الاثنين اتحققوا ترو، لو واحده غلط يبقى فولس، لو الاثنين فولس تبقى فولس. عكس اور بيقول لي لا، لو واحده بس اتحققت يبقى صح. طيب خلينا مثلا نحط دي هنا، وناخد دي مثلا نحطها هنا، ونديله مثلا 5. الاثنين صح. طيب اور واحدة فيهم صح تبقى صح. طيب خلينا نقول له ده مثلا 5، لو واحدة بس غلط هيقول لي انها غلط. طيب هنا ممكن نقول له هات لي الحرف الاول من كلمة ابل، يقول لك ايه، تمام. طيب ممكن نقول له بقى احنا عايزين المكعب والحاجات اللي هي العمليات ديت هيت، فيبدأ بقى هو يعمل العمليات بتاعته، الجا والجتا والظا والظتا. اللوك هو يقدر يعمل لك العمليات الحسابية اللي انت عايزها.